في إطار حرص الدولة أيضا للحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من انتشار فيروس كورونا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها وإن المنشأة غير الملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها عشرة ألاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها محافظ القاهرة وجه كمان نواب ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع الجهات الامنيه لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامه وصحه المواطنين